عايز اقول لكم ان احنا يعني عندنا ثقه جامده جدا ان احنا هنشوف كروت احتراف كتيره جدا عندكم ان شاء الله. فالمهم ان انتوا ترفعوا راسنا بقى. الحلم اللي احنا بدأناه في كوت كواد او فكره ان احنا نشوف الناس ده اللي بدا بيه مستر اسلام خلال 6 سنين اللي فاتت. الحمد لله ربنا اكرمنا واحنا دلوقتي مؤثرين بقوه جدا على المستوى العالمي. وده مش برامي ولا مستر اسلام، ده بيكوا انتوا. فانتوا ان شاء الله شايفين فيكوا ان انتوا هتخلوا التيم ده اكبر واكبر، فكل واحد فيكوا عليه مسؤوليه انه يقدم احسن حاجه عنده. واحنا متاملين جدا ان انتوا ان شاء الله السنه دي هتعمل لكم ارقام كبيره جدا احنا نكون فخورين بيها. فاحنا كلنا ثقه فيكم ان شاء الله. انا متاكد ومتاكد جدا لانكم خامات مميزه ان انتوا هتقدموا لنا حاجه كويسه جدا. فبالتوفيق يا رب، واحنا معاكم في ظهركم في اي حاجه باذن الله. المهم ان انتوا تبقوا عارفين ان انتوا مش هنا صدفه، انتوا هنا عشان تم اختياركم وعشان في ثقه فيكم بس. فمبروك ان انتوا عديتوا اول مرحله وبقيتوا معانا، وهنبارك لكم بقى على كروت الاحتراف ان شاء الله. كيو سكواد دي بتاعتهم، وهم اللي خلوا كيو سكواد دي في المكان اللي موجودة فيها دلوقتي. كل المحترفين اللي عندنا يقدروا ينافسوا في أولمبياد.